حياكم الله. هل سيكتب له التعافي من جراح الماضي؟ هل سيطوي صفحات الألم والحرمان التي عاشها طيلة عقد من النزف؟ إنه قضاء سنجار الذي شوه الإرهاب ملامحه وهجر أبناه وقضى على الآمال والأحلام ليعيش وقع الصراعات السياسية والأمنية ومخلفات الجرائم الوحشية وملفات معاناة تبدأ بالمغيبين ولا تنتهي عند الاستقرار الأمني وتوفير الخدمات. لكن السؤال يبقى هنا، هل ستنتشل حكومة الخدمات واقعها أم ستبقى تسقى بالمرارة طيلة عمرها؟ نبدأ وياكم الملف الأول مشاهدينا ومتابعينا أينما كنتم مع تقرير الزميلة أسر حامد. سنجار الشاهد الحي على وحشية وجرائم الإرهاب الداعشي والتي تجرع مرارتها المكون الأيزيدي ب2600 مغيب، حكومات وعدت ولجان تشكلت والحال لا يزداد إلا مأساوية بكل ما للكلمة من معنى، لا سيما وإن موقع القضاء ضمن المثلث الذي يربط العراق بسوريا ويجعله خاصرة أمنية خطرة، لتنطلق دعوات المختصين بضرورة إحكام السيطرة أمنياً لمنع تكرار سيناريو 2014. هذا القضاء حقيقة لموقعه المتميز والمهم اللي يقع بين حدود دول، فيجب ضبط الأمن، أمن هذه المدينة لتحقيق الأمن والاستقرار في هذه المدينة. سمي السنجار بالمنكوبة بسبب حجم الدمار الذي شهدته في بناها التحتية والذي وصل إلى 80% و75% في المنازل. حكومة الخدمات صبت جميع جهودها لإعادة الحياة إلى القضاء بإطلاق حزمة من المشاريع الخدمية، أبرزها مشروع مستشفى سنجار ومشروع ماء ربيع سنجار، والتي ستكون بمتابعة وإشراف رئيس الوزراء شخصياً. ونتيجة للخلافات بينها وتقاطع المصالح أدى إلى تأخير تلك المدينة وذلك القضاء نحو التطور والبناء بعد أن سيطر وطرد داعش من تلك المناطق. بين الواقع المؤلم للقضاء والتفاؤل المنشود بحكومة السوداني، يبقى أهالي سنجار يترقبون أشراقة الحياة بعد أن غابت لعقدة من الزمن. تحديات أمنية وخدمية على حد السواء تواجه الحكومة في تطبيق برنامجها في بعض المناطق ومنها سنجار، الأمر الذي يتطلب العمل بجدية وتوافق، وهذا ما التمسه المراقبون في حكومة السوداني. أسل حامد، قناة الأيام. نفتح وياكم ملفنا الأول وراح نتكلم به مع ضيوفنا عبر سكايب النائب عن قضاء سنجار محمى خليل. حياك الله أستاذ محمى، وأيضا السيد خضير المطروحي قائد عمليات نينوى للحج الشعبي. إذا ضيوف، أهلا وسهلا، حياك الله. إذا ضيوف الكرام أرحب بكم. نعم، أبدأ معك سيادة النائب. بعد عقد من الدمار، حكومة السيد محمد الشاع السوداني هل تمكنت أو راح تتمكن من انتشال هذا الواقع المرير لقضاء سنجار اللي دائما تكون بيئة أكو جدلية سياسية أمنية وحتى خدمية؟ شكرا لقناتكم الموقر وشكرا لمستمعيكم ومشاهديكم وضيوفكم الأعزاء، حياك الله. نتمنى أن تكون كما هو جهد اليوم المتبوع لإعادة وتطبيع الأوضاع في سنجار جهد إعلامي أيضا. نعم. في فضاء الوطني، السنجار هي الجرح الدامي لكل العراقيين، بكت سنجار، بكت جميع الشعب العراقي مع أهالي السنجار، دفعت دماء عزيزة من أجل تحرير السنجار. اليوم الوقت مناسب، يعني تقول لا تطلب الحاجات إلا من أهلها وإلا من حينها، الحين حينها وأهلها والسيد السوداني بعد 5 رؤساء وزراء. نعم. و150 وزير وأكثر من 20 لجنة
مشكلة متابعة وضع السنجار و تحقيق السنجار بجينوسايد السنجار واعتراف بإبادة السنجار. نحن متفائلين بالحكومة السيد السوداني، واليوم زيارة السيد السوداني في بيان تاريخي أنا وصف بنتائج زيارة مهمة تاريخية ناجحة من جميع جوانبها، لأن وجود السيد السوداني وقربه وزيارته للسنجار واستماع إلى أهل السنجار واستماع إلى كافة المكونات وإرادته، ونحن اليوم جزء من هذه الحكومة السيد السوداني، ودونت في برنامج السيد السوداني أيضا اتفاقية السنجار، عودة النازحين، أعمار السنجار، ونحن اليوم زرنا سنجار وأكثر من مرة، وأنا كنت مقاتل في جبل سنجار، زارني الشهيد مهدي المهندس والوفود الحكومية والسيد يار الله والسيد وزير الدفاع، واتصل معي السيد العبادي، كان هذا المطالب حاضرة، هو تفكيك قضية السنجار يعني، وحلول إيجاد حلول سياسية جنب مالية، يحتاج إلى حلول خدمية مش سلح السلم المجتمعي. نعم سيادة النائب، هي هنا العقدة، حلول أمنية. نعم. كلها تحتاج يجب أن نترجمها على أرض الواقع. هي هنا العقدة سنجار دائما أي سيادة النائب لو سمحت لي، دائما سنجار أكو عقدة سياسية بها، وكأنما بعض الأطراف السياسية لا تريد لهذا القضاء أن يستقر. حضرتك تقول تترجم هذه الحلول على أرض الواقع، شلون راح تترجم وأكو خلافات سياسية عميقة جدا فيما بين الأطراف؟ أنا كنائب 3 دورات لهذه المدينة، وأنا كقائم مقام 6 سنوات، وأنا كمقاتل 90 يوم في الحصار، وأنا من العوائل النبلاء في هذا القضاء معروفا يعني تاريخيا. أهل السنجار دائما راغبين بالسلام والأمان، إذا تبلور إرادة وطنية وهو متبلور في شخصية السيد السوداني، أنا أعتقد كل الحلول سهل إيجادها. نعم. الهدف الأسمى والأعلى عودة الناس، إعمار السنجار، البحث عن المغيبين اللي هي لا زالت 2700 بنت وأم وأبن وأخ مغيبين، ولدينا معلومات، وأنا في أكثر من بيان، واليوم أنا صدرت بيان. طيب. أيضا وقبلها طلبت أن هنالك 600 بنت وأخت وأم ومن مكون الدين في مخيم هول، لدينا علاقة مع سوريا، الحكومة العراقية لديها علاقات مع القسد. من العجيب والغريب لا تبحث عن هذا، وهذا الشيء أنا طالبت رئيس وزير الخارجية، دولة رئيس الوزراء، طالبت الأمن الوطني سيد القاسم الأعرجي، وأنا أعتقد اليوم يجب أن نهتم بمغيبين والمغيبات. رح أرجع لك على هذا الملف سيادة النائب، والمقابر الجماعية. أي. أرجع لحضرتك لهذا الملف، ولكن أسمع وجهة. خلي أعطي لك الحلول حقيقية، فقط أسمع وجهة نظر القرب وزيارات. نعم. زياراتي الميدانية. سيادة النائب. نعم نعم رح أرجع لك نتحدث عن هذه النقطة بالتفصيل. وبأسوات هذه المدينة المنكوبة الجريحة اللي هو الجرح الدائم. رح أعطيك الوقت حتى تتحدث. أعطيني يما أعطي الحلول، وحتى أستاذ غير. أي فقط أسمع وجهة النظر الأمنية للمحافظة. هو هم لدي حدود، نحن نحترم أريد أن أسمع أخوي أستاذ خضير المطروحي، إنسان كلش قريب. نعم. على. نعم. كل اليزيديين وكل شعب أهالي نينوى. أريد أفكك القضية الأمنية مع السيد المطروحي، وأرحب بحضرته من جديد، وأسألك اليوم قضاء سنجار. أهلا. يعني ليش يمثل المثلث الخطر للعراق، وهل هو اليوم مستقر أمنيا لو أكو مشاكل، لو المشاكل السياسية دائما تلقي بظلالها على أرض الواقع الأمني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم وإلى ضيوفكم الكرام وإلى أبناء الشعب العراقي عموما. حياك الله. أولا سنجار هي قضية العراقيين جميعا، هذا الجرح الدامي التي حقيقة أألم كل العراقيين وأألم أهالي سنجار والمنطقة المحيطة بها. سنجار اليوم حقيقة احنا عندما زار يوم أمس وصول دولة رئيس الوزراء
استبشروا خير أهالي هذه المنطقة عموما وأهالي نينوى خصوصا. حقيقة اليوم احنا هذه الزيارة زيارة تاريخية إلى هذه المدينة، مدينة نينوى. بدأها دولة رئيس الوزراء بافتتاح أكبر مجمع سكني في الغزلاني اللي هو يسع 200,000 وحدة سكنية، وكذلك وصل إلى مدينة ربيعة وفتح المستشفى ب100 سرير. وقضية ثالثة أطلق مشروع ماء ربيعة سنجار بعاج، وكذلك مشروع ري الجزيرة الذي يوفر كثير من الخدمات للأخوة المزارعين والفلاحين في هذه المنطقة. ودولة رئيس الوزراء حقيقة مهتم في قضية الأمنية تماما. قبل 20 يوما كان بنفسه تابعا خط الصد من صلاح الدين حتى وصولا إلى الحضر وباتجاه الحدود، وكذلك يوم أمس كان زيارته وحضوره وجلب الحكومة الاتحادية وكذلك الحكومة المحلية إلى قضاء سنجار، فهي رسالة اطمئنان لأهالي سنجار والبعاد والمناطق البيئة من أجل حلول جذرية لهذه المنطقة. أي المثلث العراقي السوري سيد خضير، هل يشكل تهديد أمني للعراق؟ لو اليوم القوات الأمنية مسيطرة عليه بشكل جيد. حقيقة الأخ النائب يعلم أن القوات الأمنية المتواجدة اليوم في هذه المنطقة الآن علاقة طيبة القوات الأمنية فيما بينها وكذلك ما بين المواطن، وكذلك اليوم الحدود ممسوكة من قبل شرطة الحدود وخط ثاني من الجيش العراقي، وكذلك خط موجود من الحشد، وهناك الآن سياج كونتريتي بدأ به العمل من قبل سنة الآن ب100 كيلو و5 كيلو تقريبا الآن جاهز بهذه الحدود، والآن هناك عمل متواصل لإتمام هذا العمل من ربيعة حتى القائم أن يكون هناك جدار كونكريتي. اليوم هذه المنطقة لا نقول أنه هناك في الجانب السوري أكو هناك بعض المشاكل، لكن إحنا في الجانب العراقي هناك قوة متماسكة حقيقية. طيب. ولكن هناك قضية موجودة في جبل سنجار يجب الوحد هذه القضية وحلول لهذه القضية. دولة رئيس الوزراء يوم أمس التقت الأخوة الأمنيين جميعا وطرح حقيقة عنده تصور كامل وطرحنا الحلول، وإن شاء الله هناك معالجات من الدولة بهذا الخصوص. كذلك طرح مع مجلس المحافظة اللي هي بادلة الأولى ولدولة رئيس الوزراء انجلب مجلس المحافظة إلى داخل سنجار، وهناك اجتماع مع مجلس المحافظة لوضع المشاريع الخدمية وغيرها والحلول لأهالي سنجار وعودة النازحين، وكذلك تعويض المتضررين من أهالي سنجار والناجيات من اليزيديات ودعم الفلاح والمزارع في هذه المنطقة. وضحت الفكرة. سيادة النائب تحدثت بنقطة جدا مهمة، تحدثت بنقطتين مهمة. النقطة الأولى قلت مخيم الهول الآن يمثل قنبلة موقوتة تهدد الجميع، والنقطة الثانية ملف المغيبين، ليش دائما يهمش هذا الملف؟ بالتأكيد قبل ما أجيب على سؤالك أريد أعرج على بعض المثلث العراقي السوري التركي في سنجار لوجود هاي المثلث لأهمية استراتيجية تعبوية من ناحية جغرافية ومن ناحية يعني أقصر طريق وصول للبحر الأبيض المتوسط مستقبلا. يعني هنالك صراعات أقليمية دولية على هذه المنطقة، يعني بحقيقة لازم لن نستبعد هذه الأجندات، لكن الإرادة الوطنية العراقية أنا أعتقد في النهاية ستنتصر على هذه الإرادات كلها. ثانيا الصراع التركي الحزب العمال الكردستاني على جبل سنجار يسبب الريبة والقلق لدى المواطن السنجاري. ما لنا وما هذه الصراعات، يجب أن يبتعد هذا الملف كاملا عن مدينة السنجار. ثم السيد المطروحي طرحت، يعني نعم أنا طرحت على دولة رئيس الوزراء وأنا كان نائب في دورات السابقة مشروع ما سنجار، جامعة سنجار، صندوق أعمال سنجار، كان رئيس لجنة الخدمات. أنا هاي فكرتي وأنا طلعت إعفاء مزارعين وفلاحين من ديون، بناء سايلو سنجار،
الناحية لازم إذا نتحدث عن سنجار نتحدث عن سنجار والناحية القحطانية المنسية من قبل الحكومة الاتحادية والمحلية. هاي ناحية استقطع من عهد النظام الدكتاتوري وربطت إداريا مع قضاء البعاج. عندما تأتي وأكبر ضرر وقع على هذه الناحية، الإبادة صار على هاي الناحية، ناسا مشردين عندما يعودون أكثر. أنا كنت رئيس وحدة الإدارية دونت 41 ألف وحدة سكنية مدمرة كليا وجزئيا. كزيارة الرئيس الوزراء أنا أعتقد وأنا عن قريب، أنا قريب على هذا شخصية، وأنا مارس أنا عملت شخصية وطنية وجادة وصادقة مع نفسي وصادقة النائب. مع العراقيين. نعم. أنا أعتقد بالتأكيد لديها إرادة وطنية قوية بحلول وتفكيك قضية السجاد فيما يتعلق بالمغيبين ومخيم الهول ومخيم الجطعة عواجي، هذول قنابل موقوتة، هذول مزبلة التاريخ، فيجب لا نجمع هذول في مخيم حتى يكون قنابل موقوتة والجيل الثاني من العوائل المجرمين الدواعش. وفي بياننا وعندما زارت رئيس سكرتير الأمم المتحدة، أنا استنكرت هذه الزيارة على عوائل الدواعش. اليوم مفروض الحكومة العراقية الممثلة بوزارة الخارجية إرسال وفود تدقيق أمني في المخيم الأول. أنا أكد أكثر من 600 بنت وأخت وأم وأبن موجود في مخيم الأول. لدينا علاقات جيدة مع الدولة الجارة السورية، لدينا الحكومة العراقية، لدينا علاقات مع طيب سيادة النائب، ليش السكتة؟ ليش السكتة عن هذه القنابل الموقوتة؟ ما يبحثونها لكونهم من الأقلية الدينية اليزيدية، راس السطر نقطة. إذا شاهدنا الوفود الروسية الفرنسية كيف يأتون ويطالبون بعودة مواطنيهم من الدواعش، أنا أستغرب من العراقيين ما يقومون بوضع برنامج شامل كامل لعودة المغيبين والمغيبات. 6417 عادت منهم 3900، لا زالت هنالك أكثر من 2700 إلى 600 مجهول المصير. لا زال وضحت الفكرة. جاءت اعتراف رسمي بالإبادة اليزيديين، ولكن إذن المشكلة وهي الأقلية الأيزيدية. حضرتك قلت لم يستلم على حقوقهم أقل من نقطة راس سطر. حدود 800 ناجي وناجي حصلوا على حقوقهم. طيب أنت قلت نقطة راس سطر، المشكلة مع الأقلية الأيزيدية. طيب أسمع وجهة نظر السيد خضير. سيد خضير، إذن اليوم قبل موقوتة مخيم الهول والشهادة أي؟ أنا زرت كل الكتل السياسية، كلهم متعاطفين مع الأقلية الدينية الإيزيدية، حتى المرجعيات الرشيدة أثناء زيارتي المرجعنا والشيخ مهدي الكربلاي والسيد السيستاني كان متعاطفين مع القضية اليزيدية وتطبيع الأوضاع بسنجار وحقوق الناجين. وضح هذا الملف سيادة النائب. وأعمار سنجار. أي أستاذ خضير. الغريب لماذا الغريب والعجيب؟ لماذا لم تبدأ القافلة؟ لماذا لم تبدأ بالحملة؟ سواء كان حملة الإعمار، سواء كان بحث عن الناجيات، رفع المقابر الجماعية، تعويض الناس، عودة النازحين. هذه الأسئلة عليها 20 علامة لكن مع هذه المعوقات كلها لدينا ثقة ما بعد الله جدا. وضحت فكرتك وبالشعب العراقي. بس اسمح لي أنتقل لضيفي سيد خضير. سيد خضير، إذا اليوم عندنا قنبلة موقوتة هي مخيم الهول ومخيمات أخرى، الحكومة العراقية ايش منتظرة بها؟ وأنتم كجهات أمنية هذه مو تشكل خطر على الأوضاع الأمنية في قضاء سنجار؟ طبعا هناك عدد الحكومة جهد كبير في هذه القضية، وما رأيت يوم أمس من دولة رئيس الوزراء لتفتيش كل القضايا والعلاج في هذه المنطقة ووضع النقاط على الحروف في كل النقاط في القضية الأمنية وكذلك في القضية الخدمية.
وكذلك في قضية تعويض المتضررين، وكذلك في تعويض الأخوات اليزيدات الناجيات. حقيقة احنا لا نستطيع ان ناخذ الهول الان موجود وقواتنا اللي موجودة مقابل هذا بحجم كبير وعدد جيد، واحنا هناك ماسكين لهذا الخط، وهذا الخط انا اطمئن الجميع انه خط ان شاء الله بامن وامان وبايادي العراقيين الغيارة من ابناء الجيش والشرطة والحشد، وهناك تنسيق عالي جدا ما بين كل القطاعات الأمنية وكذلك ما بين المواطن. وهذا ما شاهدته يوم أمس في اللقاء العشائري الذي جمع كل الأطياف من أبناء سنجار وغرب نينوى مع دولة رئيس الوزراء، وكانوا كلهم مدافعين وحريصين على تعويض المتضررين وحريصين على قضية اليزيدية ورفع معنويات الأخوة اليزيدية. طيب من أجل العودة إلى ديارهم. كل هذه الملفات المنطقة بهذا نعم كل هذه الملفات تطرقت إلى موضوع اتفاقية سنجار، لأنه أكو بعض هسه النواب يتحدثون عن هذه القضية وبوضوح. إلى أي مدى يمكن تطبيق اتفاقية سنجار على أرض الواقع؟ هذه القضية قضية متعلقة بالحكومة، هذا مو اختصاص نحن كأمنيين. احنا اجتماعنا كان اجتماع أمني ودولة رئيس الوزراء. مغزى سؤالي بالاجتماع الأمني، بالاجتماع الأمني أستاذ خضير، هل تطرقتم لهذه الاتفاقية؟ تنفيذها شو وقت تحدث بها رئيس الوزراء؟ مو اختصاصنا احنا، رئيس الوزراء تحدث معنا بوضوح في الجانب الأمني أنه القطاعات العراقية تمسك الأرض بقوة وتكون من جانب المواطن وتحافظ على الوحدة نعم إذا في المنطقة مراعاة الأخوة المقاتلين والحفاظ على روحية المقاتل الموجود في هذه المنطقة. طيب إذا سيادة النائب، المشكلة السياسية اتفاقية سنجار، أكو بعض النواب عن وتحدث عن النائب شريف سليمان، عن هو نائب طبعا وعضو في لجنة الهجرة والمهجرين، قالها صراحة أن الحكومة الاتحادية ما تريد تطبيق اتفاقية سنجار. المشكلة اليوم وين، وهل ممكن أن ترى اتفاقية سنجار النور في القريب؟ لو هذا الموضوع راح يشكل جدلية سياسية من جديد سيادة النائب. شكرا. دائما يجب أن نحترم الاتفاقيات السياسية والبرنامج الحكومي. دونت اتفاقية سنجار في برنامج الحكومي، هذه اتفاقية وقع بين الحكومتين وبحضور أممي وبشهود أممي. إذا لم يطبق مضى عليها أكثر من 3 سنوات، في 2010-2020 وقعت هذه الاتفاقية. ما البديل إذا لم تكون هذه الاتفاقية في طريق إلى الحل؟ أعطيني الحل الآخر، شنو البديل عن هذه الاتفاقية؟ لماذا دونت في برنامج الحكومة أثناء تصويتنا على دولة رئيس الوزراء وكابينته الوزاري وبرنامجه الوزاري، اللي دونت ببند واضح وصريح بتنفيذ اتفاقية السنجار فيها كل البنود، البند الإداري، وجود إدارة جديدة، البند الأمني اللي يتضمن 2500 شرطي لحد الآن نفذت هذا البند جزء من جزء بسيط من حدود 1000 شرطي تم التوظيف من أهالي سنجار. البند الخدمي، دولة رئيس الوزراء هسه في طريق إلى تنفيذ الخدمات. عودة النازحين، هذا وتعويض النازحين. بالتأكيد يجب أن لا ننسى بأن هنالك ضغوطات كبيرة من بعض الكتل السياسية، وحتى الفكرة السياسية غير راغبة بتنفيذ هذه الاتفاقية، لكن لن نسمح لا لأنفسنا ولا للآخرون. من هي الكتل سيادة النائب، من هي الكتل التي ما تسمح بتنفيذ هذه الاتفاقية؟ ليش حضرتك ما تسمي لها؟ أنا شنو عايزي سؤال والله؟ ليش ما تسمي للكتل السياسية التي تعرقل أو ترفض تطبيق اتفاقية السنجار؟ إحنا أنا راح نسميها عندما يكون هنالك جدية وإمكانية لدى الدولة العراقية في تنفيذها. واللي ثم اليوم لا ننسى، السيد السوداني أكدت له، هو الشخصية الموثوقة بها والمشروع الوطني القادم، وصادق مع نفسه وصادق مع برنامجه. لكن هنالك ضغوطات
على السيد السودان. قد تكون هذه ضغوطات الفكرة جدا المرحلية المرحلية، ولكن قد تكون هناك ضغوطات دولية. ما لا ننسى قضية السنجار فيها كثير من الجوانب، فيها جوانب محلية ودولية وأيضا الكثير من التعويضات. شكرا جزيلا. أعتذر دولية. من حضرتك، ولكن بالفعل وقت انتهى. النائب عن قضاء سنجار محمى خليل والسيد خضير المطروح قائد عملياتنا والحيد الشعبي، نتمنى أن نكون استعرضنا كل تفاصيل الملف. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. الآن نختم ملفنا الأول بفقرة التغريدات للإطلاع على أبرز الآراء المطروحة على منصة إكس بشأن سنجار وزيارة رئيس الوزراء للقضاء. أما الآن رح نفتح وياكم ملفنا الثاني بالتقرير عن أزمة السكن في العراق وأبرز المشاريع الحكومية لاحتواء هذه الأزمة. السكن الكلمة المؤرقة للعراقيين وسط تزايد كبير في أعداد السكان وغياب الحلول الاستراتيجية طيلة السنوات السابقة، لتأتي خطوات الحكومة الحالية كبريق أمل ينفض غبار الإخفاق والتلكؤ الذي عاشته المشاريع الاستثمارية بقطاع السكن. الحكومة الحالية توجهت منذ انبثاقها لبناء مدن سكنية متكاملة توزع وحداتها على المستحقين، وإقرار الفرص الاستثمارية للمباشرة ببناء 5 مدن سكنية جديدة من أصل 20 تستهدف الوصول إلى 250 إلى 300 ألف وحدة سكنية تستهدف الطبقات الفقيرة والمتوسطة. 29 ألف وحدة سكنية في مدينة الجواهر ببغداد، و46 ألف وحدة سكنية في مدينة ضفاف الجديدة بكربلاء المقدسة، و28 ألف وحدة سكنية في مدينة الغزلان بنينوى، و91 ألف وحدة سكنية بمدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، و25 ألف وحدة سكنية في مدينة الجنائن بمحافظة بابل، تلخص أولى خطوات حكومة السودان بالقضاء على الأزمة من جذورها. عدم السماح للمستثمر ببيع أكثر من 1% وتخصيص 15% من الوحدات السكنية للدولة لتوزيعها على المستحقين هي أبرز البنود التي نجحت حكومة الخدمات بوضعها في العقود الاستثمارية. فهل ستنهي أرق العراقيين قريباً؟ حقيقة كل المشاريع اللي قامت بها الحكومة العراقية وعلى رأسها السيد السوداني هي مشاريع عملاقة للبنى التحتية في العراق وأزمة السكن في العراق، وأهمها المشاريع الأخيرة اللي عبارة عن 5 مدن في 5 محافظات. طبعا بالحقيقة المشاريع السكنية حاليا في بغداد أطراف بغداد طبعا هي لابس، وهذا الشيء حقيقة هو تكملة لمجمعات بسماية والمجمعات اللي انبنت حاليا. أزمة السكن مستفحلة العراق، كان 10 مليون أو 15 أو 20 مليون، الآن فوق 45 مليون نسمة، بحاجة إلى ثورة. أزمة السكن تحل هذه المشكلة حقيقة جاي نعاني منها من عهود طويلة، أكيد تحل لنا أزمة كبيرة في المحافظات.
نرحب بضيفنا الأستاذ مثنى الغانم المتحدث باسم الهيئة الوطنية للاستثمار. حياك الله أستاذ. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بداية شفت استطلاع الرأي تحدث عن وجود أزمة، نتفق أنا وحضرتك أنه اليوم أكو أزمة حقيقية للسكن في العراق؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتكم ولقناة الأيام الغراء اللي تحتها الفرصة الحديث عن مثل هذه موضوع أزمة السكن في العراق. في الحقيقة هي أزمة ليست بالجديدة، مؤشرة منذ زمن بعيد، تتحدث بعض التقارير الرسمية وشبه الرسمية عن حاجة العراق لأكثر من 3 مليون وحدة سكنية. لذا شرعت حكومة دولة رئيس الوزراء منذ تشكيلها وانبثاقها وتسميتها بحكومة الخدمات بالعمل وفق سياسة جديدة لحل وعلاج أزمة السكن في العراق من خلال يعني إنشاء مدن سكنية بدل من المجمعات. وهذه المدن السكنية حقيقة في أطراف العاصمة بغداد وأيضا منتشرة في أغلب محافظات العراق، وتكون هي عبارة عن رئة لتنفس هذه المدن لفك الزحامات وأيضا معالجة جزء أساسي من أزمة السكن من 3 مليون وحدة سكنية. نتحدث أيضا عن رؤية جديدة لدى الهيئة الوطنية للاستثمار بتبنيها ومتابعتها لفقرات البرنامج الحكومي الذي نص على معالجة هذه الأزمة وفق رؤية جديدة متمثلة بمدن سكنية، ومنح الشركات الاستثمارية والمستثمرين نسبة من هذه الوحدات مجانا للدولة، تكون أما بشكل وحدات سكنية أو أراضي مخدومة، وبالتالي توزع للمواطنين بقسمين. القسم الأول تكون بشكل مجاني للفئات الهشة والضعيفة، والشكل الآخر على شكل أقساط بعيدة المدى من 20 إلى 25 سنة يعني للفقراء والموظفين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وأصحاب الرعاية الاجتماعية. هسه احنا نشوف الوحدات السكنية وكأنما مو للفقير ولا لمتوسطي الدخل. نعم، يعني الحقيقة الأسعار صحيح جدا غالية. ما يقدر عليها لا المواطن الفقير ولا يقدر عليها الموظف. هذه هذه الوحدات السكنية اللي انبنت هسه حاليا هذه المن انبنت أستاذ؟ يعني هي بالتالي شركات ومستثمرين ورؤوس أموال، وتوجد وفق القانون هناك يعني مجمعات سكنية ممنوحة إجازة استثمارية وفق قانون 13 لسنة 2006 المعدل. جزء كبير من هذه المشاريع يتبع هو لهيئة الاستثمار لمحافظة بغداد، وهناك يعني جزئية يجب توضيحها لربما المواطن أو الشارع يعني تغيب عن هذه الجزئية، لكن المتابع والمراقب يعي أنه هناك فرق، أنه المشاريع التي تلتزمها وتتبناها الهيئة الوطنية للاستثمار هي يكون السقف المالي لا يقل عن 250 مليون دولار. هيئة استثمار المحافظات المختصة، عندنا 15 هيئة استثمار من ضمنها بغداد العاصمة عدا أقليم كردستان، يجب أن تكون مشاريعها التي ترعاها وتمنحها إجازة استثمارية لا تقل رأس مالها عن 250 ألف دولار. فمثل هذه المجمعات المنتشرة في بغداد أغلبها هي تعود إلى هيئة استثمار بغداد وممنوحة إجازة استثمارية وفق القانون. تتحدثين عن أسعار مرتفعة للوحدات السكنية، فعلا قامت الهيئة الوطنية للاستثمار بتأشير بعض هذه الملاحظات لدى بعض المجمعات بعملية ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بالمضاربة بالأسعار. بالتالي شكل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار اللجان الميدانية لزيارة تلك المجمعات زيارات شبه يومية لمراكز المبيعات، تدقيق أن يكون السعر المثبت في دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية هو نفس السعر الذي يبيع للمواطن وعدم المضاربة والتربح على حساب كاهل المواطن. هو من الأساس هو غالي، يعني هسه دعك من موضوع المضاربات. نعم، هي الشقة من الأساس بالوحدة السكنية المعينة الفلانية. نعم، ما أريد أذكر اسمها، مبلغ خيالي. صحيح، خيالي بالنسبة لأي يعني، وأنتوا جاي تنطون كهيئة استثمار. نعم، تنطون امتيازات لا بأس بها للمستثمرين. نعم، طيب المستثمرين ليش ما يراعون المواطن؟ هو صحيح، وهذا ما يعني نتحدث عنه. هناك مدن سكنية، هذه المدن السكنية طبعا تعالج هذه الفقرة، لا ترحل، تعالج هذه المدن السكنية. ستوفر هذه الجزئية نسبة، مثلا إذا تحدثنا عن الجواهري 25% من مجمل الوحدات السكنية ستمنح للدولة، وبالتالي ستقوم بتوزيعها. باقي الوحدات السكنية اللي تشغل 75% ستعمل الدولة على تحديد سقف مالي لتحديد الوحدة السكنية، حتى نقول احنا عالجنا وأكو فرق بين هذه المدن وبين هذه المجمعات. أما باقي المجمعات فبينت لحضرتك هناك لجان ميدانية، وفي الحقيقة هناك تقارير
تسجل بشكل دوري بالشركات الملتزمة من غير الملتزمة. وهناك أيضا في القانون وردت المادة 28 من إنذار الشركة أو رجل الأعمال أو المستثمر إن لم يلتزم بإزالة المخالفة أو التلكؤ والانحراف بالعمل ينظر. بغض النظر عن التلكؤ والمخالفة، بعد الزيارات الميدانية اللي حضرتك قلت أنه اللجان شكلت لمراعاة الأسعار والانتباه للمضاربات، شنو النتائج؟ يعني هل قمتم بمحاسبة بعض الشركات المستثمرة؟ يابا ليش هذه الأسعار هالقد يعني، وليش الأماكن يعني بصراحة خل أحكي لك إياها، اليوم بغداد اختنقت بهذه المشاريع السكن. هذا مو راح يشكل ضغط وعبء في العاصمة العراقية؟ صحيح. ليش الشركات الاستثمارية ما تذهب مثلا إلى أطراف بغداد؟ هو هذا ليش تجي تأخذ المدن. الموقع الاستراتيجي في بغداد؟ هذا هو نتحدث عن المدن، يعني في الحقيقة حتى هناك 11 مدينة سكنية ستعلن في مختلف المحافظات، جميعها أيضا تكون في أطراف تلك المحافظات للابتعاد عن مثل ما سميتي حضرتك أنه المنطقة تختنق أو العاصمة أو المدن في المحافظات، سواء في النجف أو ذي قار أو في البصرة أو في الكوت أو في السماوة. هناك مدن ستعلن خلال الشهر القادم، 11 مدينة سكنية كلها تمثل رئات تنفس لتلك المدن للابتعاد عن موضوع الزخم والازدحامات والاختناقات المرورية والزخم السكاني أيضا. وبالتالي هذه المدن لا ننسى حضرتك أنه ستكون مدن ذكية، يعني عمليات العزل الصوتي والحراري وعمليات كثيرة ستكون إلكترونية من موضوع الإنارة وغيرها. هذه معايير ومتطلبات الاستدامة الحديثة اللي هي منتشرة في أغلب دول العالم ودول الجوار أيضا. هذه عندما نذهب إلى نشوف ناطحات سحاب ومدن، هذا كله جيد. لكن أسعارها شون راح تكون؟ الدفع الشهري شون راح يكون؟ نعم، هذه حسب الأسعار المثبتة بدراسات الجدوى طبعا، وبحسب يعني سعر المتر والبنى التحتية ستحدد لاحقا. وبالتالي دولة رئيس الوزراء والهيئة الوطنية للاستثمار مركزة على معالجة هذه الفقرة بوضع سقف محدد لسعر الوحدة السكنية حتى نصنع فارق بالأداء وفارق بالأسعار وفارق بمعالجة الأزمة، حتى لا نصنع وننشأ مدن سكنية وبالتالي أيضا ما سوينا شيء بالأسعار المرتفعة. أنا أعتقد دولة رئيس الوزراء هو فعلا جاد ومتوجه بموضوع الحد من عمليات المضاربة وتحديد الأسعار وتوفير علاج حقيقي لأزمة السكن. المواطن الفقير يقول لك الوحدات السكنية اللي انبنت لحد الآن هي ما تحاكي لا الطبقة المتوسطة ولا الفقيرة. هيئة الاستثمار المن خلتها للطبقة الغنية اللي ممكن تدفع هذه المبالغ المرتفعة جدا، اللي مستحيل المواطن متوسط الدخل أو الفقير ممكن يحصل عليها في يوم من الأيام. نعم، بالحقيقة صحيح، هذه من ضمن الملاحظات والمؤشرات الموجودة ونسمعها ونقراها، وأيضا ترفع تقارير شبه دورية لرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار. ثقي هناك لجان ثبتت نقاط كبيرة وواقعية لصالح المواطن ولصالح الشارع، وهناك أيضا تفاهمات واجتماعات دورية بشكل شهري أو يعني حتى شبه يومية مع رؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات. طيب. للنظر بالشكاوى والتظلمات التي ترد أيضا من قبل المواطنين. وش اتخذت إجراءها؟ يعني في الحقيقة وإحنا عندنا السكة التشريعية وقانون رقم 13 لسنة 2006 المعدل، اللي هو هذا ينص على أنه عدم المضاربة، إنذار أولي، إنذار نهائي، غرامات تأخيرية، سحب الإجازة الاستثمارية ومنحها لمستثمر جاد ملتزم بدراسات الجدوى بالأسعار الموجودة بدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية. وبالتالي لابد من المشروع أن يرى النور. يعني حتى دولة رئيس الوزراء يوم أمس صرح بأنه هذه الحكومة لا تتعامل مع مفردة المشاريع المتلكئة، وفي الحقيقة هناك مشاريع كثيرة فعلت كانت متعطلة. الحكومة استلمت تركة ثقيلة من المشاريع المتلكئة. فسؤال، الحكومة راح تلحق كل هذه المشاريع تشتغلها بهالفترة القصيرة؟ والله إن شاء الله على هالهمة إن شاء الله تلحق. إحنا إذا نتحدث كمشروع نطرحه للمثال وهو مدينة بسماية. مدينة بسماية تعرفين حضرتك عانى من توقفات كثيرة في إبان الحكومة السابقة وحتى إدارة الهيئة الوطنية للاستثمار السابقة بسبب مشاكل بين الإدارة في الهيئة وبين شركة هنوة. جاءت هذه الحكومة وإدارة الهيئة الجديدة حلينا مشاكل على المستوى الفني والقانوني والمالي، واستطعنا بحمد الله بعد يعني تأهيل 20,000 وحدة سكنية عندنا 10,000 أو 9,480 وحدة سكنية على شكل وجبات ستوزع للمواطنين المستحقيها ممن أكملوا. منو مستحقيها؟ ها، المواطنين الذين أكملوا عملية التعاقد من سنة 21 و 22 وشهر الأول والثاني من 23. بالتالي أيضا بشهر التاسع عندنا توقيع عقد على إكمال 70,000 وحدة سكنية.
احنا جبناها على ذكر هل يعني تلتزم الحكومة او الوقت يسعفها لإكمال هذه المشاريع. فمثال مدينة بسماي في شهر التاسع هذا العام سنوقع عقد ان شاء الله مع شركة هنوة لإكمال 70,000 وحدة سكنية، وبعد الضوء الاخضر للشركة باستئناف العمل، والتمويل هو من قبل مصرف الرافدين الحكومي. يعني على لسان حال المواطن، نعم. المواطن الفقير ممكن يحصل شيء من هذه الشقق؟ اكيد فتحنا الموظف احنا ممكن يحصل، نعم. راح تدخل بيها هذا فلان جماعتي، نعم. وفلان جماعتك، نعم. وبالتالي يطلع كل شيء ماكو. صحيح، يعني احنا حتى نتجنب هذا الموضوع ونحمي المواطن، قرر رئيس الهيئة في بالتحديد في تشرين الثاني من العام الماضي في شهر 11/2023 أن يجعل التقديم لمدينة بسماية هو تقديم إلكتروني عبر منصة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية. تالي انفتح التقديم إلكترونيا وأصبح متاحا لجميع العراقيين، وفعلا في غضون 6 أسابيع تمكننا من تسجيل 70,000 طلب شراء لوحدات سكنية بكافة مساحاتها وأنماطها الغربية والشرقية. بالتالي حمينا المواطن، حمينا من عملية المضاربة والمزايدة. والتقديم الإلكتروني ما يصير به مضاربة؟ لا أبدا، صار لا، أخذ كل مواطن تسلسله، وبالتالي بعد أن استكمل المفردات والمتطلبات للتسجيل الأصولي منحت له وثيقة أو ورقة بها باركود خاص به وتسلسل بالاسم والرقم والباركود الخاص به سري. سدينا الطريق على كل هؤلاء المضاربين. طيب. أبرز المشاريع اللي سترى النور قريبا؟ يعني في الحقيقة نتحدث عن هناك فرصة دولية معلنة ما زالت على موقع الهيئة الوطنية للاستثمار، سيكون آخر يوم من شهر آذار الحالي هو نهاية أو غلق باب التقديم، وهو موضوع مشروع معالجة النفايات عن طريق تقنية الحرق التام لتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة النهروان الرصافة من بغداد. هذه في الحقيقة مشروع دولي وهو الأول في العراق سيعمل على معالجة النفايات. حسب تصريح معالي أمين بغداد السيد عمار المحترم، يعني يصرح بأن بغداد تفرز باليوم 9 مليون طن من النفايات. هذا المشروع سيعالج 3 طن كمرحلة أولى من النفايات بتقنية الحرق التام الجيل الرابع، الذي أيضا يعالج الانبعاثات والروائح ومخلفات الكربون. هذا فرصة ما زالت معلنة، يوم 31 من هذا الشهر سيغلق باب التقديم، وهناك مجموعة من الشركات إن شاء الله الأجنبية والدولية المتقدمة، وبالتالي هناك لجان الفتح والتحليل، وسيرسو على إحدى الشركات الرصينة ذات الخبرة في هذا الموضوع، وإن شاء الله نبلش به إن شاء الله في هذا العام. أكو متابعة على الشركات؟ لأنه بصراحة دائما تيجي شركة رصينة وإلها اسم، وبعدين للأسف من تيجي على أرض الواقع شركة لو مجهولة الهوية، لو شركة متلكئة، لو كل شيء مسوي. في الحقيقة إحنا هذا هم خليناه في الحسبان، مثل هذه المشاريع والإعلان، يعني المدن السكنية على سبيل المثال، خلينا شرط من شروط الإعلان المتقدم ملاءة مالية 25% من قيمة المدينة. مدينة مثل علي الجواهري أو علي الوردي مبالغ طائلة، فبالتالي ما يتقدم إلا عند ملاءة مالية، يعني خطاب ضمان ب 25% من نسبة العمل كمدينة، مبلغ ضخم. بالتالي ليس أي مستثمر يجازف بالتقديم على مثل هذا المشروع إلا المستثمر الجاد والحقيقي وصاحب العمل وصاحب الرؤية لإنجاز هذا المشروع. كذلك متابعاتكم غير هذا الضمان؟ لا، بالتأكيد ستكون هناك متابعات يومية، وهناك مهندس مقيم ولجان فنية تتابع، وبالتالي أي شركة رصينة يعني ما أعتقد تجازف بسمعتها. ونرجع إلى موضوع بسماية هنا، ومن 2010 الشركة دخلت إلى بغداد في أوقات صعبة وعدم استقرار أمني وسياسي. صحيح. وما زالت تعمل لأنها صاحبة سمعة ورصيد في الأعمال المجمعات السكنية وغيرها. كذلك هذا الموضوع على ينعكس وينسحب على مشروع الطاقة وتوليد الطاقة الكهربائية وغيرها. هسه 3 ملايين وحدة سكنية كفيلة، نعم. بالقضاء على أزمة السكن في العراق؟ بالتأكيد إن شاء الله حل جزء كبير منها. تعرفين التعداد السكاني والعدد السكاني والشعب العراقي أيضا في تزايد، وهذا الوضع الطبيعي للشعوب وللمجتمعات بالاتساع والازدياد. 3 مليون هذه المدن السكنية، إذا نتحدث عن 4 مدن في بغداد، بسماية، الجواهري، علي الوردي، مدينة الصدر الجديدة، نتحدث أيضا عن 11 مدينة جديدة ستطلق في الشهر القادم، أكيد كفيلة بحل جزء كبير من هذه 3 مليون وحدة سكنية. ناهيك عن مشاريع أخرى أيضا يعني ستطلق يعني فترة استكمال الإجراءات. أوكي. الوحدات السكنية ممكن تنبني، لكن نعم. أكو تبعاتها، وأعتقد نعم. هذه التبعات تكون ثقيلة عليكم، مثل توفير الطرق لهذه الوحدات السكنية، المي، الكهرباء، وعدة متطلبات أخرى. نعم.
اليوم تستطيعون توفير هذا كله؟ وهي مو الموضوع ابني وحده سكنيه من غير خدمات، صارت اكو تلكؤات سابقا في مشروع بسماي. نعم. الطريق لمشروع صحيح. لمجمع بسماي كان جدا قاسي وصعب. صحيح. موضوع احنا نتحدث عن مجمع بسماية ونتحدث اليوم عن مدن سكنية، رؤية دولة رئيس الوزراء بالحقيقة عندما يتحدث عن مدن يعني توفير البنى التحتية كطرق وصحيات وغيرها من هذه البنى التحتية الأساسية. يلا نبلش بموضوع المدن، يعني موضوع انه نتجاوز موضوع انه أن ابني مجمع سكني بعدين اقعد افكر اني بتعبيد الطرق والبنى التحتيه من ماء ومجاري وكهرباء. صار العكس تماما، انه نتحدث عن بنى تحتيه اوليه اساسيه للمدينه ومن ثم على التخطيط والتصميم ودراسات الجدوى. هذه هي الطريقه الجديده المتبعه في اغلب حقيقه الدول. نعم. أني أشكر حضرتك جزيل الشكر مثنى الغانم المتحدث باسم الهيئة الوطنية للاستثمار، حياك الله على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. إذن مشاهدينا ومتابعينا نذهب إلى الموجز الخبري للحصاد. السوداني يوجه باستمرار وتعزيز الإجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم خلال شهر رمضان المبارك. وزارة التجارة تعلن صدر حكم ضد النائب هادي السلامي بالسجن 6 أشهر بتهمة التشهير والإساءة لها. وزير الداخلية يؤكد ضبط 95% من عمليات التهريب في سوريا وعدم وجود عمليات لتهريب السلاح عبر حدودها. وهيئة التقاعد تعلن عن استكمال صرف نهاية الخدمة للموظفين المحالين للتقاعد لشهر آذار لأكثر من 5000 متقاعد. وأخيراً وزارة التربية تعلن عن الضوابط والشروط الخاصة بالتلاميذ والطلبة الراغبين بالتسريع للسنة الدراسية الحالية. حصاد اليوم انتهى، شكراً للمتابعة وتصبحون على ألف خير.